شفيق، صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى. يا ولدي كأنك مرتحتش في النوم، هنا عمال تنازع طول الليل. أصلها كانت معايا في الحلم بتنادي عليا وأنا مش قادر أعمل لها حاجة. هي مين؟ وردة يا مصطفى، وردة جميلة شفتها مفتحة، حبيت اقطفها واخدها لنفسي بس هملتها تضيع مني. شايف الخلق بيدوسوا عليها مش قادر اقول لهم لا. دي باين عليها حكاية وعرقة يا شفيق. حكاية ممكن تفهمك انت بالخصوص. الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي شكلها ايه؟ عجيب. سيد النايب اللي الناس كلها بتحلم بحياته يعامل ولده بالقسوة دي. في جنون ابويا ما اسمهاش قسوة. طول ما انت بتسمع كلامه وبتنفذ اوامره يرفعك فوق في السماء، انما يوم ما تغلط يخسف بيك الارض مهما كنت قريب منه. ايوه بس انت ما عملتش عيبه، انت حبيت، شفت واحده وقلبك اتعلق بيها. مش عند جعفر العرباوي. ابويا شايفني الراجل اللي هيشيل المملكه دي من بعده، والراجل ده لازم ما يكونش جواه اي نقطه ضعف. يمكن يكون عنده حق يا شفيق، هو اكتر واحد شايف صح. لكن ايه؟ الحب يا شفيق هو اللي بيدي امل في الحياه، هو اللي بيدي معنى لبكره. كلامك عجيب، كاني بسمع واحد الحب ده. انا ما عارفش انا قلت كده ليه، بس هو ده اللي انا حاسس بيه يا شفيق. احساسك صادق، كانك واجع في قصه وعره. انا جايز كان زمان يا شفيق، جايز سايب اثر. بس لا. ومالك خايف كده ليه؟ كونك حبيت ده معناه ان جواك قلب، ودي نظرة العالم للحب. لكن هنا في سراية العرباوي فيها اللي مترصد له، لو شم ريحته يخلص عليه. مش فاهم قصدك ايه. كل انسان جربت منه وحبيته ده نهاية وعرة قوي. عشان كده بقيت اخاف اجرب من اي حد لحسن. سكت ليه؟ كمل. الناس كلها بتحسدنا على اللي احنا فيه، مش عارفين اننا عايشين جوا سجن كبير. تجاليته هي السلاسل اللي بتجيدنا. ابو الدنيا دي صعبة قوي. انت طيب قوي يا مصطفى، امبارح وانت بتمسح لي دمي شفت في عينيك نظرة غير نظرة كل الناس اللي حواليا. عشان كده خفت عليك. خفت عليا انا؟
لما لقيت نفسي بفتح لك قلبي بقول لك انا كل اللي جوايا. خفت ليه بتقول كده؟ انا قلت لك انا مكتوب عليا الوحده طول عمري، كانش لازم اغلط واذي الناس اللي بحبهم. انت ما غلطتش، ده ابسط حاج ليك. لا غلطت وهرتنا من اللي بدفع الثمن. هنادي رميتها في النار بيدي، وكل ده عشان صدقتني. ايوه بس ده ظلم يا شفيق، ظلم. انا لازم اقول للكبير. اياك يا مصطفى، اياك تفتح خشمك ولا تقول له اي كلمه من الكلام اللي ضرب هنا دلوقتي. اسمع كلامي يا واد عمي، ما تاذيش نفسك بسببي. لفين اللزقة يا مصطفى؟ لفين يا ولدي؟ اتفضل يا كبير. لازم تاخد الدواء في ميعاده عشان الجرح يلم كيف مكان للدكتور. حاضر يا ابويا. ما ناويش تطلع مطرحك ولا ايه؟ لا، هبيت الليله دي كمان هنا. هطلع فوق اقعد لوحدي. اديني بنتسلى انا ومصطفى وبنتحدثوا مع بعضينا. كانك بترتاح لما تتحدث مع شفيق يا مصطفى، ها؟ الصاحب هو البني ادم الوحيد اللي بندور عليه في وقت المحنه. وشفيق بالنسبه لي في الكام يوم اللي قعدتهم هنا كان اكتر من صاحب. انا مش عارف الايام كانت هتعدي كيف من غيره. هديتك موزون وعاقل قول، ها؟ مش قلت لك يا ابوي؟ طول ما انت قاعد مع مصطفى بتسمع منه الكلام الزين. ربنا يبارك لك يا ولدي ويفك عنك. ها مش عايز حاجة؟ ما لا لا، تشكر يا كبير. يا كأنك مستحي تتحدث معايا. قول اللي انت عايزه. اي حد من العربوية بعامله كيف شفيق تمام، ها؟ وانت واحد منينا. معلوم معلوم يا كبير، بس انا مش عايز اشغلك، عارف ان وقتك ضيق. يمكن الحاجه اللي عايز اكلمك فيها يعني ما تهمكش. ما تهمنيش كيف؟ اللي انت عملته مع شفيق واد عمك كبرك في نظري. بقول لك ايه، انا سهران في المنظر البحريه بمشي كام شغلانه بالتلفون، ها؟ لو عايز تتحدث معايا تعال، قول لاي حد من الرجال اجيبك عندي. ها وانت شفيق عايزين نفك الرباط ده ونروح للناس، خطيبتك نفسها هتشوفك، ولا انت ما توحشتهاش يا راجل؟ ها يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت غلطان يا شفيق، انت حاجه كبيره قوي عند ابوك يا راجل. ده انت لو شفت عينيه وهو بيربط لك الجرح كنت عرفت انت غالي عنده قد ايه. عارف انه بيحبني، الحب من نوع قاسي، حب بيضغط عليك ويكلبشك ما يديكش لحظة واحدة عشان تتحرر منه. أبوك له نظرة في كل اللي بيعمله معاك يا شفيق. يمكن يكون بيتعامل معاك بقسوة في حاجة، بس هو شايف لك المصلحة فيه. محدش يا شفيق حاسس بالعذاب اللي انت فيه واللي محدش يقدر يتحمله زي ابوك. ده ابوك. قول لي ايه حكايه خطبتك؟ هو ده امر تاني من اوامر ابويا. الحكايه كانها كابوس دايس على قلبي، لكن اعمل ايه؟ انا مستعد انفذ اللي اصعب من كده، بس هنادي تخلص من اللي هي فيه. اتحدث معايا يا شفيق، هو ده الحل. تحدثت معاه كتير وبدير وعد عمي مش ساكت، وكل يوم يصبرني ويقول لي هتتحل قريب. يقول لك الحل
الواحد محتاج عمره فوق عمره وعقله فوق عقله عشان يفهم الكبير بيفكر كيف. ربنا معاك.